مساء الخير، عذروني. اليوم التعب ما أقدر أوصف لكم. الساعة 4:30 الظهر يمي، ومن الساعة 6 الصبح أنا قاعدة، ولحد الآن ما ماكلة شي ولا شي ولا شاربة شي. هذا طوشي مالي جنن، ما بقى شي بس هذا الصغير. باعوا، مش راح اكل. او ماي جاش، تعرفون شو فرحانة؟ تتذكرون الدمبلينجز مال الدجاج والخضروات؟ قبل كم شهر نزلتكم الوصفة، نزلتكم الفيديو. ميتة جوع مستعجلة، راح انزلكم صورته حتى من تروحون الكاسكو تسوقون تشترون من عنده. هواية هواية احبه، شوية على سراتشا. و هسه معدة مالي راح تدعيلي بخير. تعرفون اليوم كمية ألف شغلة قضيت ونسيت نفسي آكل، وهاي على طول هيجي أسوي. رحت للجيم ورجعت، سوقت ورجعت، نظفت وخلصت، كل شي سويت ونسيت آكل. بس بعد المنظر ما شاء الله. شو تكون من جوا؟ واو، اشتاقت الأكلة. هواية طيب، هواية هواية طيب اللي تسوي، عاشت إيدها وإن شاء الله أبد ما توجع. باعوا، إذا الأكل ما يجيب لكم سعادة وفرح لازم تلقون فشي يجيب لكم هذا الشيء. لأن يعني الطبخ والأكل يجيبني هواية سعادة. نوكس هي طرشي مالي، يعني هواية أحب القرنبيط بالطرشي. خرافي. بعد إذا ما عندكم فشي يفرحكم هالقد، القوا. مرات اكو هواية ناس تروح تسوق شوبينج، اكو ناس ترمي مسدسات. هاي أنا قبل هيجيت، لحد الآن هواية أحب أرمي مسدسات. أنا يمي طبخ وأكل بس بعد المنظر. واللي يضوجكم يعني أني من واحد يضوجنا قهرني أكل وأنسى والشخص يطلع من حياتي عادي. ما يفرح. الخيار يمي أبد ما ينمرض. ما شاء الله. روح اشتروا وادعوا لي بخير، حطوا عليها سراجة من الجربون وبصل أخضر.